هنا بمدرسة رحال لنكرم ونستحضر روح الفقيد شكري العلوي ابن حي الزراوي العاشق للرجاء والمحب للوداد. نستحضر القيم الإنسانية خاصة الريادية للثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي وما ميز تلك الفترة من نبوغ ومن تفوق ريادي سواء على مستوى كرة القدم الوطنية أو على مستوى الانفتاح الإعلامي الذي عرفه المغرب أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي. نستحضر كذلك روح الذين غادرونا إلى دار البقاء، صحفيون، إعلاميون، أقارب، أصدقاء. الهدف اليوم من هذا التكريم هو أن نستحضر هذه القيم الإنسانية والكونية، وكذلك لنستخلص الدروس من هذه الحياة. تجد أشخاص يعيشون بيننا يتحدثون معنا لكن فجأة يخطفهم الموت. اليوم هذا التكريم هو لاسترجاع لحظات من الماضي ولاسترجاع هذه القيم الإنسانية التي تلاشت اليوم بفعل الزحف التكنولوجي وزحف المتلاشيات اليوتيوب ونجوم الكرتون الذين زحفوا على كل شبر من حياتنا واختزلوا الحياة بأكملها في التفاهة والبيزنس عوضا الانكباب على التحسيس والتوجيه وخدمة القضايا الإنسانية والوطنية. نجتمع اليوم لكي نقول أشياء، نستحضر لحظات عاشها الزملاء وعاشها الأصدقاء رفقة الفقيد شكري العلوي. شكري العلوي ابن حي الشعبي كان مجنونا بحيه، يربط علاقات طيبة وصداقة أخوية مع الرجويين ومع الوداديين ومع مختلف الأطياف الريادية التي تؤتت الخريطة الريادية الوطنية. اليوم نعيش هذه اللحظات لكي نعيد قراءة التاريخ وننبش في الذاكرة الجماعية وفي المشترك الجماعي للريادة المغربية وللإعلام الريادي باعتبار شكري العلوي واحدا من الأضلع المشكلة للإعلام الريادي الوطني في شقه المرئي التلفزيوني. فمساهماته إلى جانب كريم دروني، ميري كريمو، إلى جانب عمداء القناة الثانية أنس بوسلامتي، فتيحة حباباز، سمية المغراوي، فضيلة أنوار، جميلة الشاذلي، محمد العمراني والفقيد الذي غادرنا بسبب جائحة كورونا إدريس وهاب. نستحضر كذلك صديقنا وأخينا الذي وافته المنية في شهر دجنبر الماضي الصحفي صلاح الدين الغماري. نستحضر كذلك روح الذين غادرون بالقناة الثانية دجام يتساقطون تباعا مثل أوراق الخريف. يتساقطون لأننا لا ننتقي بهم، يخطفهم الموت بسكتة قلبية وبفعل جائحة كورونا كما وقع للأخت بقسم المالية نادية طاي. وكذلك آخر الملتحقين عبد العزيز خي بالقناة الثانية دوزام، وكذلك خي، وكذلك المصور الكاميرا من القناة الثانية مسعف، غادرنا بعد معاناة مع مرض مزمن وعضال. إذن اليوم لنستهل هذا الحفل بتلاوة قراءات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم شاب من المدينة القديمة لا يتجاوز عمره 14 سنة، إنه عمران أبيركي وهو ممارس بمدرسة رحال لكرة القدم وابن المدينة القديمة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا اليوم تعبيني، الأخ والصديق ديالنا والصحافي الملتزم شكري العلوي اللي وفاته المنية في رمضان، فهذا نهار ديال الرحمة، كنطلبوا ليه الرحمة
والمغفرة لما قدمه للصحافة الرياضية. كان عرفوه كإنسان إنسان بشوش ضحوك عزيز عليه النكتة، إنسان اللي اعطى في الميدان دياله، كان صادق في الخدمة دياله، اعطى في البرامج الرياضية حتى البرنامج ديال الصيد اعطى فيه، كان متمكن من اللغة الفرنسية، متمكن من اللغة العربية، كيعطي من قلبه الحمد لله. فالله يغفر ليه، الله يرحمه، والله يوصلنا ليه مسلمين. كان محب للفريق الرجاء البيضاوي، وفي نفس الوقت كان عنده صداقة وعلاقة مع جميع اللاعبين ديال الوداد، كان محبوب عند الجميع، كان كيحب الجميع. فالله يغفر ليه والله يرحمه والله يجعله من أهل الجنة إن شاء الله. شكرا للعلاوي اللي في إنقاذ ولا في الجامعة ديال الغوص، كان مو فونطابل هو المؤسسين ديال الجامعة ديالنا وديال الاتحاد الإفريقي. هو في 2013 كان فيزيونير وقال لي في 2021 غتولي رئيس الاتحاد الافريقي، والحمد لله في 2021 وليت رئيس الاتحاد الافريقي. كنت كنحس بواحد الثقل كبير في صدري وواحد الحزن، اللي يمكن لي نقول اليوم هو انني الحزن ديالي اليوم يعني غلب عليه الفخر والاعتزاز بحضور هاد الوجوه الكبيره وهاد الوجوه العظيمه كلها اللي كنشوف قدامي، اللي من السن ديالي خويا شكري عشت معاه الطفولة ديالي وعلمني بزاف الحوايج في حياتي، وعلمني حب الرياضة، وعلمني نكون امرأة راجل في الحياة، وفضل كيرجع ليه بزاف الحوايج في حياتي والزوج من بعد زوجي. ولكن الحمد لله الله كبير سبحانه وتعالى. شكرا للسي الحاج رحال على هذه الالتفاتة الطيبة اللي لن أنساها يعني شحال ما عشت، وشكرا لخويا العزيز حسن سيدي حسن خويا، وشكرا للاخوان كلكم والحضور، ولا اله الا الله وإن لله وانا اليه راجعون. تحيه للاخوات والاخوان اللي حاضرين، شكرا للاخ حسن، شكرا للاخوان المنظمين كاملين ديال هاد الذكرى 40 ديال الوفاه ديال الاخ ديالنا شكري علوي. طبعا يعني صعيب الكلام بعد هاد امام هاد الوجوه كامله العزيزه والكريمه واللي كانت كتحب الاخ شكري الله يرحمه، واللي كان كيحبو كيبان لهم الحب. ولكن لابد نقول بانه الاخ شكري كان عنده يعني واحد كان عنده الحب الكبير ديالو هو الاخت ديالو كنا كنحسو، والزوجه ديالو وولادو والقناه الثانيه الاتحاد المغربي للشغل والملك، هادو يعني الاركان ديال الحياه ديال شكري. وشكري كان ولد الدرب، يعني الثقافه ديال ولد الدرب، الحب ديال ولد الدرب، التلقائيه ديال ولد الدرب بما في ذلك في العمل ديالو، ملي كيكون عنده ان كومونتير افير على شي مثلا الى كيزيسيون واحد شي حاجه مشريه من برا او منتجه داخليا، ما كانش كيكتب له تكس الورقه ولا يكتب له الورقه، كان كيدخل بالقلب بالاحساس وبالثقافه العامه واسعه جدا اللي عنده. دونك ما بغيتش نزول عند الرغبه ديال حسن، ما غاديش نطول، غادي طبعا باسم كنقول هذا الشيء باسم الشغيله ديال القناه الثانيه كلها. الاخ المكانه ديال الاخ شكري ايمونس بزاف، ما الكلمات ما غاديش كلها ما غاديش توفي الحق ديالو، ولكن لابد نقول بانه كان مناضل كبير في صفوف ديال النقابه ديال الاتحاد المغربي في القناه الثانيه، كيف ما كان الله يرحمه مناضل قيادي كبير صفوف ديال الاتحاد المغربي للشغل، ومثلا الكبار ديالو يعني صعيب نقولوا بالكلمات ولا بالاحداث ولا بهذه، ولكن مثلا نكفي نقول بان الوالد ديالو الله يرحمه ويستر عليه هو اللي اول مره عطى فرصه للفرقه ديال الناس الغيوان باش غنات في واحد دوفون بيبليك، اي سيتي في ان كونغري ديال لي تي واقيلا في 1970 ولا 1972. دونك رجل كبير جدا، ولد واحد الرجل كبير جدا، وخلى يعني ما ماتش C'est un homme de grande qualité, humaine et professionnelle, exceptionnel. C'est quelqu'un de passionné, mais vraiment un vrai passionné. Passionné par deux aimes, passionné par sa famille, passionné par son quartier, par le sport, par son équipe. C'est quelqu'un de rare. Un petit souvenir que j'ai eu avec lui il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 mois quand j'ai tourné la page 2M, j'ai commencé un peu à recenser les compétences qui se trouvent en dehors de la chaîne et je me suis dit mais il y a un patrimoine et un trésor incroyable. Et j'ai appelé Choukri entre autres, il était aux anges,
il y a 2-3 mois à peine. Il voulait collaborer, on voulait collaborer ensemble pour tourner la page. Et il m'a rappelé un souvenir que j'avais oublié. Il m'a rappelé un souvenir de 1988, quand on était à Paris, le premier match que 2M avait couvert. L'équipe technique de 2M était avec un cas régie, c'était le Matra Racing contre Ajax d'Amsterdam. Et moi, j'étais commentateur du match. Et lui, il était commercial de la régie publicitaire de TF1. Il m'a rappelé ce souvenir et ça m'a bouleversé. On a perdu un homme exceptionnel, le Maroc a perdu un homme exceptionnel. Merci beaucoup, Osiris. Merci beaucoup. نعطي الكلمة للنبي وسنوى الذهبي بالقناة الثانية دوزان وسي الشفاعي. تفضل معايا سي الشفاعي. الله يعطيك الخير. وي. شكرا لك فراسك للناس. ربما الناس الإخوة ما كيعرفونيش ولكن أنا مزود هنا ولد المعيزي. المدينة القديمة هنا جوست أكوتي. جوج الحوايج بغيت نقولهم. شكري سي ان سبيسياليست ديال لا بوبليسيتي ديال لا ريجي بوبليسيتير 1988 بدينا حنا في 89 القناه الثانيه نهار 4 مارس 1980 خديت لي الباسبور ديالو وقلت له شكري غادي نتلاقاو في مطار محمد الخامس باش يمكن لك تمشي لباريس ودير التكوين ديالك في لا بوبليسيتي ولكن ملي رجعت قال لي سي شفاعي الله يخليك انا بغيت نكون في السبور ما بغيتش لا بوبليسيتي وهكذاك باش شكري مشى للسبور. النقطة الثانية قالها ربما مراد المتوكل باش نمسكو شوية. واحد النهار حسن بوطبسين ما كانش كيدوز في لونتين، كان كيدير غير لي فوا اوف. وبدا كيطعن شي شوية في شكري العلاوي. وشكري العلاوي كيعرفوا بأن الناس السي شفاعي كيعطف عليه لأنه دربنا، سي نورمال كبرنا جميع. ألور قال له انت غادي تشوف غادي نقول لك السي شفاعي وغادي يعيط لك في نفس الوقت انا قلت للكاتبه ديما الله يخليك عيطي لحسن بوطبسين راه بغيتي يدير واحد الميكساج هو يقول لك شكرا على واش جبت لكم ها هو قلت لكم ها هو عيط له دونك هذه غير مجتسمه كنشكر البركه في راسكم ولا لا وراه في قلبنا كبير وعشنا معاه فوق 30 سنه ديال الاخوه شكرا للجميع.